وفاه سعد بن معاذ رضي الله عنه بعدما نفذ حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه في يهود بني قريظه واقر الله عينه وشفى صدره منهم انفجر جرحه فمات فلما مات سعد بن معاذ رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ متفق عليه ولما فرغ من تكفين سعد بن معاذ رضي الله عنه حمله الناس لقبره وحملته معهم الملائكه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هبط يوم مات سعد بن معاذ سبعون الف ملك الى الارض لم يهبطوا قبل ذلك رواه البزار باسناد جيد وحزن المسلمون لموت سعد بن معاذ رضي الله عنه حزنا شديدا حتى بكى ابو بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما قالت عائشه رضي الله عنها ما كان احد اشد فقدا على المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ابي بكر وعمر من سعد بن معاذ رواه الامام احمد في الفضائل باسناد حسن خلد الله سبحانه وتعالى غزوه الخندق في كتابه الكريم فأنزل آيات كثيرة من سورة الأحزاب من بداية الآية التاسعة تأديب القبائل التي شاركت في غزوة الخندق أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجه حملات لغزو القبائل التي شاركت في غزوة الخندق ويشن عليها السرية تلو السرية